الصين أعلنت تسجيل حالة إصابة بمرض الطاعون الدبلي المعروف باسم الموت الأسود، واللي بيعتبر من أخطر الأوبئة على الإطلاق. المرض ده من فترة طويلة جدا سبق وأصاب عدد كبير جدا من المواطنين حول العالم، تجاوز الملايين. إيه حكايته بالظبط وإيه المعلومات اللي توفرت عن هذا المرض؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من فيحاء وانج الإعلامية الصينية اللي بتنضم لنا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير عليكي. صباح الفل محمد وجمانة. يا أهلا بيك. دلوقتي نقدر نقول ان هذا المرض او هذا الوباء الموت الاسود منتشر في الصين؟ هذا الوباء ليس منتشر في الصين، ويعني حتى الان تم كشف عن حاله واحده فقط، وعلى فور الكشف عن هذه الاصابه فاتلقت منطقه نينشا الاستجابه الطارئه من المستوى الرابع للوقاية من هذا الوباء، وسيطرت عليه اعتبارا من الساعة 11 مساء يوم الثلاثاء الماضي، كما طلبت المنطقة ببذل جهود كاملة لأجل علاج المريض بشكل كامل وتنفيذ إجراءات وقائية وسيطرة. وجدير بالذكر أن المريض المصاب عاد إلى مدينة يينشوان قادما من منطقة منغوليا الداخلية في شمال الصين، ومنطقة منغوليا الداخلية وهضبة تشينغهاي التبت من البؤرات الطبيعية لطاعون الدبلي. وحاليا هي فترة ذروة انتشار الوباء، فهذا عادي، ولذا من الضروري أن نهتم بالإجراءات الوقائية، يعني عدم الصيادة والتواصل مع الحيوانات البرية في تلك المناطق، ولا داعي للقلق البالغ، لأن هذا الوباء قابل للوقاية والعلاج. طيب أستاذة فيحاء، بعد التحية خلينا نعرف السادة المشاهدين على أعراض هذا المرض، يعني الطاعون الدبلي، وكما حضرتك ذكرتي إيه هي أعراضه؟ لها بعض أعراض مثل التهاب وكح والحمى هكذا. طيب إذا زي ما أنت قلتي هي حالة واحدة موجودة في حتى الآن حالة واحدة موجودة في نانجيشيا، هذه المنطقة عملنا في نينشا. نعم تمام، عملنا إيه في المنطقة دي عشان ما ينتشرش؟ لذا اتخذت حكومة هذه المنطقة منطقة مسلمة أيضا وإجراءات وقائية شديدة من أجل الوقاية والسيطرة على انتشار هذا الوباء، مثلا الحظر الصحي للمريض هكذا. أستاذة فيحاء، حضرتك تحدثتي أنه يعني هذا المرض يعيش في أجساد بعض الحيوانات كالقوارض وأيضا الحشرات زي البراغيث على سبيل المثال، وحضرتك كمان تحدثتي انه في اجراءات احترازيه في المناطق البريه، ايه هي الاجراءات الاحترازيه دي؟ يعني هذا الوباء وباء مرحليه، فلدينا اجراءات وقائيه يعني كامله لهذا الوباء، مثلا بعيد يعني ابتعاد عن الحيوانات البرية التي من المحتمل أن تحمل هذا الوباء. طيب أستاذة فيحاء، هل هو مرض معدي؟ نعم هو مرض خطير، ولكن إذا كان الكشف يعني فورا فيمكن العلاج. طيب يعني هل هناك أخبار عن هذه الحالة اللي تمت إصابتها بالطاعون الدبلي أو الموت الأسود؟
يعني في الصين هذا الوباء الطاعون الدولي أو الموت الأسود، يعني لدينا إجراءات كافية للعلاج والسيطرة، فلم يثير أي قلق شديد من بين الجماهير. عظيم. أستاذة فيحاء، هذا الوباء كان سبق وانتشر قبل كده في القرن ال14 وقضى على ملايين البشر في أوروبا وأفريقيا وفي آسيا. هل الأمر ليه علاقة زي ما قلنا أنه هو وباء معدي؟ هل الموضوع ليه علاقة بالنظافة الشخصية؟ هذا يعني نعم، حتى الآن ما فيش أخبار مؤكدة لسبب الإصابة، فنعم من المحتمل أن يكون قد يكون المريض يعني لم يهتم بالنظافة الطعام أو التواصل بالحيوانات البرية بدون إجراءات الوقائية. أستاذة فيحاء، يعني وإحنا عارفين يعني يمكن اسم المرض الطاعون إلى حد ما متعارف عليه لأنه مرض قديم جدا، لكن لماذا سمي بالموت الأسود؟ لأن إذا لم يكون العلاج فعالا يعني يصبح البشر إلى الأسود، إلى لون الأسود. لكنه يؤدي إلى الوفاة سريعا. أعيد من فضلك. هل يؤدي هذا الوباء إلى الوفاة سريعا؟ هذا نعم، إذا كانت العلاج غير فوري فيمكن الوفاة سريعا. وهل هناك علاج متعارف عليه لهذا المرض؟ يعني هل هناك بروتوكول معروف لعلاج الطاعون الدولي؟ نعم، لأنه وباء قديم فلدينا طرق، عدة طرق. عظيم. طيب هل تم نشر التوعية بقى بين الناس للتعامل، طرق للتعامل مع الحيوانات الأليفة حتى لا يصابوا بهذا الوباء وينتشر مثلما انتشر في الماضي؟ نعم، عادة يعني يظهر هذا الوباء في منطقة الهدبة، مثل هدبة منغوليا الداخلية وشنغهاي التبت، ولا ينتشر إلى يعني وسط البلاد هكذا، وهذا طبعا بفضل الإجراءات الوقائية والسيطرة. طيب أستاذة فيحاء، برضو عشان نطمن المشاهدين، هل هناك خطورة من انتشار هذا الوباء ولا زي ما حضرتك تحدثتي عفوا مجرد حالة واحدة وموجودة البروتوكول العلاج ومعروف؟ نعم، هذا وباء معروف في الصين كلها، وطبعا لا نخاف منه حاليا، وعادة لا ينتشر إلى المناطق الأخرى. الأستاذة فيحاء وانج، إعلامية صينية، بنشكر حضرتك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات.